موضوع الجهوية هذا اختيار استراتيجي للدولة باش تمشي فيه، يعني رغم الإكراهات، يعني هذه الجهوية الموسعة يعني مصطلحات، ولكن كاين واحد المجموعة ديال الإكراهات، إكراهات تقف في وجه هذه الجهوية، وهذه الإكراهات هي اللي خاصة يتلقى لها الحل، لأن احنا الآن في السنة الثامنة من اختيار هذا التوجه الاستراتيجي، ولا زلنا نعيش يعني فوارق كبيرة بين الجهات، بين الأقاليم، بين الجماعات، بين عالم قروي عالم حضاري. نعطي مثال بسيط للتفاوتات بين الجهات، يعني ثلاث جهات على الصعيد الوطني كتحقق واحد 58% من نقولوا من الثروه من الناتج الداخلي ديال المغرب: دار البيضاء سطات، قنيطره، الرباط، جهه طنجه تطوان الحسيمه، دار البيضاء ب 32، الرباط سهل، القنيطره 16، وطنجه تطوان 10%. بقات لنا 42%، يعني لتسع جهات. معناه هنا كيبان لنا هذا التفاوت الصارخ بين هذه الجهات. مثال آخر حول نصيب هذه الجهات من الاستثمار، يعني 247 مليار درهم ديال الاستثمار، جهة واحدة كتدي فيه 20 مليار، وجهة كيتصح كيبقى لها 5 المليار، اللي دات 20 مليار إلا وزعناها على عدد السكان ديالها كل مواطن نصيبه 5000 درهم. بالنسبة للجهة درعة تفيلالت بالاسم اللي جاتها 5 المليار، المواطن جاتو 500 درهم. يعني هذه فوارق، واش هذا مواطن من درجة وهذا مواطن من درجة، على الرغم أن هذه الجهة ديال درعة تفيلالت مثلا ما عندها البحر، ما عندها ربط سكاكي، ما عندها واحد المجموعة ديال المرافق اللي كان خاصها تكون في مثل هذه الجهات لاستغلال ما تزخر به من موارد ومن تراث ومن اللي وجب يعني تقييمه، و يعني نعم انفتاح ديال اسمو على الاستثمار، باش بحال هذه الجهه يجب ان ننهض بها، ما نخلوهاش على الهامش. مناقشة أيضا نمشو فيها حتى الأطر اللي بتنزل هذا الاختيار. كاين نقص في الأطر الكفأة، لا على مستوى الجهات ولا المجالس الإقليمية العمالات ولا حتى المستوى الجماعات الترابية. يعني الموظفون يعيشون يعني في ظروف غير لائقة، يعني راه كنعرفوا بشحال كيتخلص الموظف الجماعي، يعني تحسين الظروف ديالهم لازمو نجيبوا الاطر الكفاءه ونعاودوا بعدا نفتحوا حتى على التوظيف اللي الان متوقف. هذا اشكال حتى هو اللي كيحرم هذه الجماعات الترابيه على مستوياتها الجهات الاقاليم للجماعات من التوفر على هذه الاطر باش ينهضوا بها، لان ما يمكنش تكون نهضه بدون اطر كفاءه وموارد بشريه اللي كيبان لها انها شاده النصيب ديالها وشاده حقها باش تخدم باش تعطينا. هنا في حاجه الى هذا التثمين من هذا الجانب كذلك. الفوارق المجاليه في المغرب حدت ولا حرج، عرى عليها الزلزال الاخير، زلزال الحوز، يعني يسائل الجميع على ما تم تنفيذه على دوك البرامج ديال الفوارق المجاليه وتنميه العالم القروي وما صرف في هذه المجالات. يعني حيت وقع الزلزال ما لقينا والو، بقاو المناطق معزولة. والآن السؤال يطرح، لأن تحددت لهاد التنمية ديال هاد المناطق 120 مليار ديال الدرهم، اللي كاين لحد الساعة هي 22، 98 راه مازال ما كايناش، وجاري البحث والعمل على توفير هاد الموارد، لأن يلاه هذيك 22 باش يستافدوا الناس من ديك 2500 درهم ومن 114 مليون اللي عنده هدم كلي و8 الملايين اللي عنده جزئي، وكاين اشكالات هنا في الاحصاءات وفي كذا، وكاين واحد عدم الشفافيه في واحد المجموعه ديال اسمو، كاين الناس اللي خصهم يتوصلوا بهذيك 2500 درهم ما توصلوش بها. هنا كاين اشكالات ديال الحكامه
اللي حتى هي تسائل هاد تسائلنا في هذا الظرف مثل هذه الظروف العصيبة اللي هي ظروف ديال 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 الزلازل وديال. عندنا مشكل آخر اللي هنا كنعيشوه اللي هو الجفاف. كاين جهات كاين مناطق اللي معتمدة على الإنتاج الفلاحي بالدرجة الأولى، ما كاين عندها لا صناعة لا خدمات لا والو. يعني فينا هي العدالة المجالية وشنو درنا لها باش ينهض هذاك الجانب ما يموتش كلية في انتظار أن نرجعوا للاعتماد عاود ثاني دائما على التساقطات المطريه اللي كتغطي هذاك الجانب ديال 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 التفاوتات اللي كيحس بها المواطن في 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 معيشه اليوم. إذن هذه الجهويه اللي احنا مشينا فيها هذه مده لا زالت يعني بعيده. اليوم السيد الوزير هو عبر على ان هذه الجهه هي مسار، ما يمكن ليناش نقولوا هو راه هدف او لا محطه راه غادي نوصلوا ليها، هو مسار. اذا ولكن احنا معاه في الفكره، ولكن يجب تحسين هذا المسار حتى يكون لائقا للناس اللي كيعيشوا فيه واللي كيواكبوه واللي كيعاصروه في مدخولهم اليومي وفي وظيفتهم وفي تنقلاتهم وفي صحتهم وفي تعليمهم وفي كل الظروف المحيطه بهذا المسار باش نوصلوا لواحد الهدف اللي هو العيش الكريم ديال المواطن المغربي اينما كان، في البوادي في القرى في الجبال في السهول في المدن الكبيره في المدن المتوسطه. يعني يجب ان يعيش بكرامه ويصل الى يعني ما يحتاجه بوسائل يعني المشروعة. الآن ما زلنا نتكلم عن الجهوية وإحنا ما زال المواطن يتنقل من الجبال ومن المناطق البعيدة لتوقيع ورقة بسيطة في المركز في الرباط. أين هو هذا التفويض للإدارات الجهوية وهذا التنزيل اللا تمركز ولا تركيز الإداري؟ يعني مازال حتى هو تابع ختمة. اليوم أيضا تكلم عليه الوزير وقال أنهم يعني ختامين على هاد على هاد في هاد المجال. حتى هو حنا المواطن بغينا يوصل ليه اليوم، ما كرهناش يكون يوصل ليه اليوم باش كما قلنا نبقاو نحسوا أننا في بلاد بحال الحواضر ديالها الكبار بحال الحواضر المتوسطة بحال المناطق الجبلية وبحال السهول وبحال الهضاب. يعني المواطن يحس بأنه يعيش في وطن يحفظ كرامته.